جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألكم شيخ صالح حفظكم الله عن زكاة الأسهم، كيف تكون زكاة الأسهم علما بأنها بين الربح والخسارة؟ الأسهم على قسمين، أسهم في شركات تجارية ومضاربات وبيع وشراء، فهذه يزكيها ويزكي أرباحها، يزكي رأس المال ويزكي الربح الذي يحصل معه كل سنة تدور على الربح يزكيه، ويزكي معه كل سنة تدور على رأس المال يزكيه ويزكي الربح الذي حصل معه ولو لم يحل عليه الحول، لأن حول الربح حول رأس المال تابع لرأس المال. أما الأسهم التي في شركات استثمارية كشركات المزارعات أو الكهرباء أو النقل الجماعي أو المصانع، فهذه يزكي الغلة التي تحصل له منها، فإذا حصل منها على غلة فإنه يزكيها. الغلة بمعنى الربح يحصل، بمعنى الربح الذي يحصل عليه سنويا يزكيه. طيب نعم. يزكيه متى؟ حينما يستلمها أو بعدما يحول عليه الحول وهو عنده؟ حينما يتم الحول من حين حصوله. من حين حصوله. نعم. إيه. جزاكم الله خيرا. ليس حصوله بيده، وإنما حصوله يعني حصوله وهو الإنتاج، إنتاجه ولو كان عند الشركة. يبدأ الحول من حين تحقق وجود الغلة، فإذا تم لها حول من تحقق وجودها فإنه يزكيها. نعم. أحيانا يكون وأحيانا لا يكون وأحيانا يزيد أو ينقص شخص هذا. يزكي ما يحصل له. يزكي ما يحصل له. إذا بلغ النصاب أو كان عنده مال يضمه إليه ويزكي معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.